سلام، كيفتوما؟ مزيانين؟ نهار جديد او فلوغ جديد. هذا النهار بديت لكم فلوغ معطل شويه، بقينا في الدار حتى علينا الاربعاء. فوقاش خرجنا حتى 3:30 ياك، عاد خرجنا باش قلنا فراسنا علاش لا ما نجيوش هنا البحر. مع هنايا في ماديرا باقي ما جربنا شي بحر ديالهم، شبعنا هير في تينيريف ياك. هنايا باقي ما جربنا شي بحر، حنايا دابا وصلنا له، كيبان مزيان الصراحه. الحراره اليوم ياك ولا غير هنايا الحراره، حيت ماديرا ما تفهمهاش، فين ما تمشي تمشي غير شويه تجبر الضباب، تمشي غير شويه تجبر الشتا. الجو ديالها في الشكال ياك مزيان. هنايا بعدا كاينه قايله الحمد لله، وبحر كيبان فيه الرمله، حيتاش كنا دوزنا شي ايامات على شي بحوره كانوا كيبانوا لنا فيهم غير الحجاري. كنت ديجا صورتهم لكم، كيبان مزيان الصراحه. نقلب الكاميرا باش تشوفوا معايا. انا عندنا هما كيتعلموا من الولا، انا عندي كيتعلموا من الخار. ها والله الا اذا لاحظتوا هنايا باراسوليس بكراسه اللي بغاهم غيكونوا بالتاكيد كيتسكراو. ولاحظنا حنايا في طنجة عندنا باراسوليس اللي كيتسكراو كيكونوا في قدام، هنايا العكس، هنايا باراسوليس كيكونوا في اللور والناس في قدام اللي بلا بيهم ولا اللي جاب ديالو مثلا. فين نمشي نشوفو بعدا بشحال ياك؟ اورو ونص ترانزات، جوج اورو. هاو هي دابا لكم باراسول اورو اونوس، كرسي جوج، دوتشا اورو، كلشي بالخلاص. كيف ما كيبانو لكم كاملين عامرين الصراحه. اخونا غادي ناخذو حتى حنايا، ما نعرف اذا كاين شي واحد. كيبانو كاملين عامرين والو، تخيلوا ديك باراسولات اللي وريت لكم قبيلتي كاملين عامرين، ما جبرناش متعنا حنايا، كانوا قبل منا ثلاثه بزز جبروا لهم حنايا، صافي ما بقى لنا شي مره ما جبرناش. او صافي اخونا غادي نمشيو جهه اخرى كيف ما كيبان لكم، بحر اخر لاصقين حدا بعطياتهم، هي كندوزو فهاد الشارع هذا. قلنا نمشيو نشوفو تما اذا جبرنا كاين شي باراسول تما خاوي على الله. او صافي ولاحظنا كاينين الناس ناعسين حتى هنايا، يعني ماشي كاع في الرمله، كيجيو من هنايا وكينعسو كيف ما كيبان لكم. المهم هاد الليله من بحر بعيد. المهم قلت لكم دابا جينا لهاد علينا نوصلو بحر اخر، وما حدا بعطياتهم غير بيناتهم هاد الطريق هادي. شتي هادوك الكراسي راه كاين الاورك. ما نعرف سميشه كتحرق، كتحرق والله الا في الدار كان بارد والله الا. كان جاتناش الجو غريب والله، يا جو غريب. والناس هنايا لاحظت ماشي غير هنا، زعما حتى في تينيريفي ديال اسبانيا حتى تما كيخليو حوايجهم يعني وكيمشيو كيبحروا عادي. كاين الامان الصراحه، ولكن واخا هذاك من الاحسن نتوما حضيو راسكم، ومثلا الا مشيتو تعوموا بقى خليو عينكم مع حوايجكم، واخا الصراحه صعيبه صراحه. قايله هنايا كتشوي شينا. احنا يا واخيرا جبرنا باراسول وكراسة، نرتاحوا شوية ومن موراها حيد عليا باش نمشي نعوم. والله الا مغاربة قوي انا ما كديوهاش فيك. الحمد لله بانوا لنا من بعيد، يعني كنا في جهة اخرى بانوا في هذا البحر هذا فيهم وجينا له وجبرناهم. بالنسبة للثمن نفس الثمن اللي صورت لكم قبيلاتي، جات توتال 5:30. الصراحة ناقص باغابوغ مع تينيريفي فين كنا في الجزيرة ديال تينيريفي، تما كان جاونا شحال كان توتال؟ كان 12 اورو جوج كراسة وفراسول. كيبان بحر الصراحة مزيون ياك، كيبان صافي وهادي ما فيه ني مواج ني والو. احنا كنعومو
جبت معايا هنايا هاد العصير هذا. قلت فراسي زعما هي ريدا جانا الجع، صدق جانا دابا الجع ديال بصح، وشويه د الروز مع التون والمايس نهزو هنا. افتح يا سمسم. يلا سالينا كامل البحر كيجيب الجوع. شوفوا السقاطه عندي هنا تركيه، وجبت معايا هاد الكيكه هذه اللي كانت تتسنى مولات الدار، وهاد الحلوه هذه. صراحة باقي خصني ناكل مالح بعدا عاد ندوز للحلاوة. داعينكم ماشي الحمامة هنايا، حتى هذا ما نعرفش شنو كيتسمى. كتشوفوا معايا شفتي نقاز. يلا جيتنا دار صداق نقاز. واو الصراحة واعرة، قربوا له تشوفوا. اسمها بانجي جامب، كينقزو كيطلعو هاد كيطلعو فوقي وكينقزو. مزيونة كتبان الصراحة، وهنايا كيهبطو فهاد الجهة. حنا دابا راجعين في حالنا، وشوفوا معايا في الطريق كيبان الشلال هنايا، واحد الشلال هاود فهاد الجبل هذا سبحان الله. وحنايا دابا فهاد الشارع ماشيين باش نمشيو للطوموبيل، وهنايا كاين البحر سبحان الله. شفتو هذا المول ولا هذا الماركت هذا شحال عامر ولا قياس؟ ديما عامر ومطرطق بزاف كاع. السلام، جبرت لنا صافي دخلنا للدار قبيلاتي ودخلت دوشت. وانا دابا يلاه بدا كيطيح شويه المغرب، الظلام بدا كيطيح. انا غادي نوريلكم واحد المنظر كيحمق الغروب كاين على برا مع البحر، مزيون بزاف. انا نقلب كاميرا باش نوريكم. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الغيوم ما كيبانش مزيان في التليفون، دابا بعيني كيبان لي مزيان. تقول فحالي لا مرسومين ماشي دو بصح. واو الغروب سكات. راه قمر بدا يبان اصلا كيكون حتى في الصباح. راه هو هنا سكات في هاد الجهة هادي. الورود الجردة مزيونة عاملينها. هاد فروتة هادي ما نعرفش اني واش فروتة نيت ما نعرف داياش. ولا واقيلا ديال الصبار يمكن، ما عرفتش الصراحة انا داياش. اذا كنتو عارفين انتم قولوها لي. دخلوا داخل هنا يبرت الصراحة. دخلوا نعدل بعد السخرة. يلا تسخرنا قبيلاتي. قلتلكم اللي سالين قبيلاتي من البحر كان حداه واحد ماركت نيت تما فين كنا تسخرنا اخر مرة، كان حداه نيشان. هو فحال مول صغير وصراحة ماشي شي كبورية، يعني متوسط. هيرو كان عامر 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 بلا قياس، وتحس فيه ومرون. انا صورت لكم شي لقطات قبيلاتي باش نوريكم. يمكن لهم الصراحه يعملوا مكبر منه، حيت هذاك جاني يعني صغير ماشي كبير بزاف، وهو قالنا هذاك هو الكبير اللي كاين هنايا. المهم شعري باقي فازق كاع ما شفتو.
المهم قلت لكم انا غادي نبارطاجي معكم داكشي بعدا اللي تسخرنا. ما ديناش بزاف حيت ما بقيناش بزاف هذا الظرف كيف ما قلت لكم. باقي لنا شنو اليوم؟ اليوم الجمعه وغادي نمشيو نهار الاثنين، عندنا الطياره. قلت لكم غادي نمشيو لواحد موطع اخر ماشي هنايا، صافي باي باي ماديرا. غادي نمشيو دابا لواحد دوله اخرى جات في اوروبا. قولوا لي نتوما في لي كومونتير واش تقدروا تعرفوها او لا. لا اذا جبتوها صحيح نعرفكم واعرين. يلا انا نشوف دابا كيفاش غادي ننزل التليفون في شي جهه هنايا، نوريكم الصخره دغيا وغادي نعاودها في متعه. وغادي نتعشاو اليوم، باقي خصني نطيب اخر وعندي الشغل في التليفون، خصني باقي المونتي وصافي هادشي اللي كاين. مهم اول حاجه عندي هنايا خدينا هو هاد موخيتو هذا اللي كيكون بالليمون والنعناع. دينا جوج العواصر هادي معايا، عاوتاني ديت بيتزا كاطر فرماج صراحه مزيونه عندهم. ودينا بيضات حيت تسالاو لنا، كنت قلت لكم ديك النهار هي تخيطو. و خديت هاد كريم فريش هادي. دينا الحوت ما عرفتش هذا شمن، واش نشوف واش كاتبين سردين. دينا السردين هي وكان هذا كبير واحد شويه ماشي ديك ستيتوين. المهم دينا السردين شويه، قلنا غادي نشويوهم على برا في ديك الفران التقليدي. وخديت هنايا غير واحد مطيشة وواحد البصله غادي نعملو نيت مع الحوت هذا. وخديت هاد العصير عاوتاني اخر سموتي، كيكون هو طبيعي فيه هذاك الصرحه ديال داكشي يعني فروطه طبيعيه مطحونه. هذا تروبيكال كنا دينا ديجا واحد في حالو، هذاك اللي كان نيت عجبنا، واحد اخر ما كانش يعجبنا. هذا ديال التفاح ما خايب خايب بلا قياس، راه كاع ما شربناه، كبيناه في كيسان صحاب لنا غادي يكون مزيون، صدق راه كاع ما شربناه. اي صحاب لكم راه شربنا هذا الشيء كاع ما كنا شربناه. مهم هذا ما ننصحكمش به ديال التفاح، فيه واحد المذاق بشكل ما معجبناش. مهم قلت لكم هذا مزيون ديجا كنا ديناه بحالو، هو نيت اللي دينا قبيلتي نبحات كتحسوا بمذاق دبانان فيه بزاف ديال الفروطه. هذا مخلط وهنايا باتي كري عاود. المهم داكشي مخلط، دينا هذا بحال بويو هذا واحد كرواسون وجوج ديال هادو عاود تكونوا حطوهم معنا. ديما كنديوهم هاد الحلوات هادو ديالهم ديال ماديرا معدلين بفروماج في وسط منهم. عندنا هاد الحلوة هادي تا هي كتبان ديال الكوكو، اللي كنا قلت لكم ديك الحلوة كتبان ديال الكوكو صدقات هي ديال الكوكو، تا هادي بانت لي بحال ديال الكوكو. أو هنايا تقسمات وحدة هادشي لي دينا، مديناش بزاف قلت لكم وصافي. المهم دابا أنا غنستف كل حاجة في البلاصة ديالها وها أنا معاكم من بعد. يلا هاهوما سبادرينا تغسلناهم، غنمشي نعلقهم حيتاش نقول لكم علاش. حيتاش ديك النهار باش مشينا لديك الغابه كانوا توسخونا مزيان، شو باقي موسخه واخا هيداك كان تما الغيس بزاف، ومع راكم عارفين الماكيسيل ديال الشلال كيف زك الطريق. نهار جديد وفلوق جديد، انجلس ونهضر معكم. هاد النهار كاع ما خرجنا الصراحه، صبحت مريضه ما قدرنا نمشيو باقيين حتى شي موطع، بقينا هنا في الدار. قلنا غادي نطيبوا دابا الغداء مع البارح تكونوا شفتوا معايا، شرينا السردين وقلنا غادي نشويوه في هاد التراسه هادي حتى تما كاين واحد الفران. المهم نتوما تشوفوا معنا كل شيء، نبارطاجي معكم هاد النهار كيفاش غادي يدوز لنا واخا ما غاديش نخرجوا فيه، دوزوه معنا غير في الدار وصافي. جبرت وانا يلاه كنشعلوا دابا في ديك الفران، يلاه بدا كيتشعل ها هو مقابلو. وانا قلت راسي دابا غادي نوجد السردين غادي نجبدو حيتاش عندي في كونجيلاتور معكم اللي كنا شريناه جبرناه مكونجيلي وصافي وخليته في كونجيلاتور، ودابا عاد غادي نجبدو وغادي نعمل فوق منه غير ملحه صافي وغادي نقطع
مقطع معاه بصله وماطيش دواور باش يعطيو شويه د المذاق وصافي حتى هما غادي نشويوه معاهم وصافي هادشي اللي كاين. المهم غادي ننزل بعد التليفون فشي جهه هنايا من الاحسن باش نعمل شغلي مزيان. هذا التريبود باش مزيان اي حركه كتعملها كيتبعك شفتو هاد شنو كيتسمى دي جي اي اوسمو. غادي نغسلو بعدا نقول لكم شحال كنا شرينا. كنا شدينا بزاف راه هنايا 1 2 3 4 5 6 هنايا يلا 6 ديال 6 دينات وماشي صغارين يعني غنوريكم ماشي صغارين بزاف جو متوسطين المهم كبارين واحد شويه السردين وجانا توتال يلا اورو يعني قولوا 10 دراهم وشي حاجه. دابا كنحاول نزرب حيت الفران مشعول من قبيله خايفه عندك يتصدفى مع الفحم قليل ما كاينش بزاف. غنوريكم نقلب الكاميرا باش تشوفوا معانا بحال الا بدا كيتصدفى احنا عارفين حتى احنا عملنا غير الفحم كيف ما كنعملو في المغرب. غادي نقطع بصله ومطيشه غادي نغسلهم بعدا عيني بدات كدمع. هلاو والو هاد الفران التقليدي مبغاش يشعلنا ثلاثه المرات وحنا كنشعلوه وكيتطفى من موراها ودابا المحاوله الاخيره ياك اذا بغى يبقى مشعل مزيان يطيبوا لنا اذا ما بغاش غادي نعملوهم في الفران وصافي. انا نوريكم دابا عاوتاني شعلناهم يلا شعلو هو هادي دابا مره الرابعه مع الفحم اصلا قليل بزاف وكيبان قديم كيبان قديم ديجا مستعمل يعني عليها ما كيشبر شي فيه وديك الفلامات بوحدهم اللي كيتشعلوا من موراها كيتطفاو. هما دابا كيبان مشعولين غير ديك الفلامات وصافي وغطيه بالفحم شويه فوق شويه يسلمان ظاهرة انقلبوها فران وصافي. هذا ما كان عطيشة بصلة قطعتهم هما هنايا متفوق منهم غير ملحة والابزر ويا دغيا ياك نوجد انا الطابلة زعما صحاب لي صافي دغيا غيطيبو صدق والو عملت التواصل وكيسان باقي غنجيب العصير خليتهم في النبيرة باش يبردو وجبنا هاد الشمع هذا زعما باش نشعلوهم كيبان لي نديوه هنا الفران وصاف نشوف واش كاين بابي كويسون فحال الا كنبان لي هذا الومنيوم ها هو كاين مزيان ها هي الطابع عملت فيها بابي كويسون دابا غادي نجيب الحوت نفرشو فيه حتى ديك مطيشه وبصله ميام ميام ريحه مزيونه. هذا هو اسلمان ديالنا شنو هو هو الخضار ولا شنو واه اسلمان هو الحوت بارد جاني كيف تبدا تغسيل اليوم
صباح النور، صباح الورد، كيف توما؟ واخا دابا راه ماشي الصباح، راه دابا العشيه. مي هاد النهار ما صورت لكم والو، صورت لكم غير ملي كنت وجدت الفطور، كنا كنفطروا صافي. مهم غادي نحاول نجمع 3 ايام مور 4 ايام حيت هما ولا يومين بعدا، البارح واليوم غادي نجمعوا مع بعضياتهم، حيت الصراحه ما كان عندي ما نصور، ما مشيناش شي موطاع. البارح بقينا في الدار، كنت مريضه، حتى اليوم بقينا اكثر ياه في الدار. دابا عاد كنا غادي نخرجوا، غادي نمشيو نتمشى واحد شويه، زائد غادي نمشيو نتغداو نيت هي هذه وصافي، هادشي اللي كاين. المهم هانتوما معانا، شوفوا فين غادي نمشيو كامل اليوم مع هما. غادي يكونوا اخر نهار النهارات ديالنا هنايا في ماديرا. غدا ان شاء الله غادي نمشيو نجيها اخرى، متحمسه. شكون بحالي كتبوا لي في لي كومونتير بنظركم فين غادي نمشيو، شمن دوله دابا غادي نمشيو لها. المهم ماشي جزيره، دوله كاينه في اوروبا اللي عارفه. غادي نبيني كومونتير ديالو. يلا المهم هانتوما معانا، تشوفوا فين غادي نمشيو كامل. يلا وصلنا، قلنا نجيو نتغداو عند هذا اللي كيبان لكم هنايا. هنا الناس كيعملوا جيت سكي. ماشي هذا ندخلو؟ ماشي هذا ندخلو عنده الحوت. ها الخبز ديالهم فيه الزبده والثومه والربع. الناس كيبحروا اليوم الصراحه، الحراره واخا الغيوم الحراره. ولا صابر انا كنقول اصلا نايا عاوتاني دينا سباغيتي هاد المرة ديال الزوج، منعرف واش كتسمعوني حتى الصداع هنايا. شوفوا هذا السلطاعون، شوفوا على رجلين هاد. أول مرة الصراحة أنا كناكلو مع سباغيتي، ملي ندوقو نرد عليكم واش مزيونة ولا لا. شوفوا الشلال سبحان الله هنايا، هو اللي كيتقيلو مع يا هادشي اللي جاني تا انا. جبرو كيتكب فشي موطع وتما عاملين تيوس مثلا باش كيسقيو هاد لي بلونت هادو ديال البنان. المهم حنايا دابا يلا خرجنا من الريستو، قلت لكم الريستو فين كنا تغدينا قريب بزاف من هاد المنظر هذا. شفتوا الشجر ديال البنان كاملين سبحان الله، وتم الشلال راه هو. المهم حنا دابا راجعين للدار. شفتو 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 هي هذيك جات مع الاغنيه. شفتو الروينه، خصني دابا نجمعو دابا كلشي حتى غدا ان شاء الله غادي نمشيو فحالنا. مهم هادشي كامل ديالي كيف ما كتشوفوا، هادو ديالي، هادو كانوا منشورين عليا كتشوفوهم هنايا، كنت صبنتهم ونشرتهم. يلاه دابا دخلتهم، خصني عاد نطويهم ونعدل كل حاجه في بلاصه ديالها، نحاول نعمل داكشي مزيان معوض وهي شي يعطي لي لي سباس كثار. نشوفو هنايا واش كاينه باقي شي حاجه. هنا كاينين حوايجي تا
هما نديهم، هذا ديال التريبود نديه، كلشي ندهن ديك البيس باش يبقى لي كلشي مجموع تما. هنا عندي مناظر، عندي بارفان تما، المهم كلشي مترش، زائد الطواليت جبرت تما عاوتاني برع الحاجه ديالي تما. هي نجمعوهم دابا فواحد البيت وصافي، فواحد الموطع باياش نعرف شنو خصني نجمع كامل. الشرجرات نخليهم حتى الاخر. ترفت ما نعرفش شنو جاني على هاد الاغاني ديال الخليجيين. الحوالق اليوم طاحت لي واحد الحلقه في الزنقه، بقى فيا الحال. شوفوا سبحان الله واحد المنظر تما ديال الغيوم، قيل الشمس موراها، عاوتاني واحد المنظر تقول ماشي بصح. سبحان الله ديما الغروب هنايا مزيون. الاكسسوار كنجمعهم هنايا، مهم ديك الساعه نرجع لكم حتى نجمع هادشي كامل ونرجع لكم باش انا ما نتلفش. يلا كوكو بنات، دابا راه 11 فايته وجاني شويه الجوع وجيت ناكل هذا موس شوكولا هذا وهاد الحلوه ديالهم هنايا ديال ماديرا. هنا بحال شي حلوه ديال المغاربه، فيها مذاق ديال القرفه والسكر، المهم زوينه الصراحه مع الكاكا، تجي مع الكا شويه. وصافي هادشي اللي كاين، وجمعنا الدار كامله، كوزينه كيف ما كتبان لكم مجموعه، حاولنا نجمعو كلشي باش غدا صافي ما يبقى لنا شي حاجه، هي نشدو فاليسات ديالنا وصافي. وخرجت للباس اللي غادي نلبسو، وتما عملنا قشوع اللي غادي نغسلوهم، باقي شي وحدين دابا غادي نزيدوهم، بحال ديك جوج كيسان اللي كيبانو لكم تما ديال اتاي، نزيدوهم باقي تما باش نشعلو عليها باش غدا صافي نرجعو القشوع في البلاصه ديالهم. وصافي هادشي اللي كاين، سو تصبحوا على خير، تنغدا ان شاء الله ونتلاقاو، يلا.